متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الجولة الصباحية. أصدقاء قناة شوف تي في، شوف تي في اون ديريكت، شوف تي في لايف، وشوف تي في الصفحة الرسمية، فتحية للجميع. الجو غائم بإقليم تازل، الله يرحمنا بالشتا ديالو، الله يعطينا الشتا على قد نفع. أصدقاء قناة شوف تي في، سؤال الصباح أو سؤال الحلقة أو سؤال الدردشة الصباحية، وأنه شوحشو المساجد، أننا نصلي صلاة الجمعة بمساجد المملكة المغربية وصلاة جماعة متتبعي القناة. فألف تحية لكم هذا المنبر أصدقاء شوف تي في، شوف تي في. جولة صباحية من تازة، هذا الجو الجميل والرائع. متابعي القناة، وسؤال الحلقة، واش توحشتوا او اشتقتم الى فتح المساجد وصلاة الجمعة، طقوس ديال صلاة الظهر الجميلة والرائعة. متابعي القناة، فصباح الخير لكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الجولة من اقليم تازة، جولة رائعة. متابعي القناة، فألف تحية لكم أصدقاء شوف تي في. صباح الخير ريم تزين، انتظروا التحاق الاصدقاء او شفتوا اصدقاء ديال الجوله الصباحيه بنا، ويفتحوا الحدود. يقول البحر ان شاء الله يفتح الحدود باذن الله، ما يكون غير خير ان شاء الله يا صديقي تيسوفيق. فمرحبا بكم اصدقاء قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. حنا تزامنا مع الدخول المدرسي، مكرا 8:30 ديال الصباح الدخول المدرسي، فالله ينجح هاد التلاميذ وهاد الطلبه وهاد الاطفال الصغار. وكتشوفوا التلاميذ معهم الاباء ديالهم واولياء الامور، الله يسمح لنا من الوالدين هذا مكان. يحيى الحسين، نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع. أصدقاء شوف تي في، السلامة والعافية فالعافية للجميع. فقاش حلوا المساجد، مازال قرار ديال صلاة الجمعة مازال معلق، ومازال رجال الشرطة بالمملكة المغربية. احنا كنا حدا ولاية الامن بتازة، تحية لرجال الشرطة بالمملكة المغربية، تحية للقائد الاقليمي او المدير الاقليمي السي المختار، وكاع رؤساء الاقسام باقليم تازة، كاع الناس ديال الامن ديال السلطة بمدينة تازة. أقولها وبدون لغة خشب، ناس بالمستوى المطلوب. كاين استتباب الأمن لواحد الدرجة اللي خطيرة خطيرة خطيرة، ولله الحمد ولله الحمد. فنتمنى إن شاء الله الخير والسلامة والأمن والأمان بجميع ربوع المملكة. لحقاش طيلة تواجدي مع قناة شوف تي في خصوصا مدينة تازة، ملي ما تصادفت مع عصابة أو تصادفت مع سطو مسلح أو تصادفت مع السيوفة أو تصادفت مع داك الأعمال الإجرامية، وهذه النقطة صارت انتباه ديالي طيلة تواجدي مع قناة شوف تي في والتغطيات ديالي معها، مني ما تصادفت مع
عصابه مدججه بسيوف او مع عصابه او مع ساطو مسلح او مع بزمعه ولا امور. ولله الحمد كاين استتباب الامن وكاين المقاربه الامنيه. فدزنا عاد دابا بحدا ولايه الامن وتفكرت هذه النقطه هذه. فالله يحفظ بلادنا والله يفاجئها علينا وعلى الجميع والله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء. متابعي القناة الشوف تي في ما تهضروش على الخطوط الجوية. ان شاء الله كل شيء دابا يتطلق في الوقت المناسب وان شاء الله كل شيء غادي يرجع لطبيعته بإذن الله. شوية تستمر ان شاء الله وراه ما غادي يكون غير خير ان شاء الله. فصباح الخير متابعي القناة شوف تي في واهلا بكم وصباح الخير لكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من اقليم تازة. احنا دابا في حي القعدة الاحياء الجميلة والرائعة. يلا صباح الخير مدينة بركان جمعة مباركة استغفرك بالله جمعة مباركة. تحية ناس بركان ناس الملاح والنهضة البركانية كانت في المستوى هذا الموسم. يمكن خرجت من حسابات ديال الفوز بالبطولة الوطنية لكن قدمت منتوج كروي رائع بالمغرب يحسب لها. فتحية لبركان وللنهضة البركانية. متابع القناة شوف تي في. فجولة صباحية متابع القناة من قلب مدينة تازة المدينة الجميلة والرائعة التي أعشقها. والله يعطينا الصبر والجهد باش اننا نحاولوا نخدموا هذه المدينه هذه المستوى المطلوب. ما كنصفقوا لحد فيها وما كان مدحوا حد فيها لكن كنبغيو كل شيء يخدم وكنبغيو كل شيء انه يدير اللي مطلوب منه كمسؤول اما مسؤول بجماعه او مسؤول باداره او مسؤول منشأة تعليمية أو مؤسسة أو هذا الشيء اللي كنطلبوا. فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة للجميع ونتمنى يكونوا شباب ربوع المملكة المغربية يكونوا هم الخلف ويأخذوا المقود بإذن الله. الله يزعينا هذا الوباء. سي حسن التازي هذا مكان صباح الخير جمعة مباركة أخي الكريم. شكرا سي عبد الفضيل مجموعة لك الله يحفظك استغفر بالله. شكرا وتحية لبركان. راني كنت في بركان وغادي نمشي إن شاء الله الأسبوع المقبل لبركان وغادي نديروا تغطيات من بركان ناس مزيانين. كنمشيو تما كقناة كاين حسن الاستقبال كاين الاحترام كاين كل شيء. فتحية لي بركان كتحترم مراسلي قناة شوف تي في كتحترم حتى البرامج ديال قناة شوف تي في. فتحية لي بركان بهذا المنبر ان شاء الله البطولة الجاية ان شاء الله تكونوا في المستوى تاع اللي عمركم كنتوا في مستوى مرتبة ثالثة يمكن على ما اظن. لحقاش ما عنديش انا إلمام كبير بالبطولة الوطنية لكن على ما اظن البطولة الثالثة راه ما سهلاش بالبطولة الوطنية الاحترافية البرو. مدينة جميلة بصلا والله يعمرها الدار. شكرا سي الحسين كريني مال مرحبا. فمرحبا بكم متابعي القناة شوف تي في في هذه الجولة الصباحية من قلب القناة. ألف تحية لكم. فنتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع حتى يصحى مسلمين من السبات تهم مصطفى. نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا العافية للجميع ونتمنوا
صباح الخير خويا الزين عبدو الصويره، تحيه الساكنه تسوى، تحياتي لك اخي من الجزائر. شكرا نبيل التازي، شكرا لك، شكرا جميع المغاربه بالوهران، كلوب شار سيزي وزو وبجايه وقسنطينه والجزائر العاصمه، تحيه لكم، تحيه الشعب الجزائري. ومره اخرى يا اخي مبروك عليهم كاس افريقيا، فريق بالمستوى ويستحق الكاس، وخا محرز ما بغاناش نقولوها لكن يستحق الكاس يا اخي. ندير شي لايف من قرسيف ان شاء الله، عندنا غادي نكونوا في قرسيف، غادي نحضروا الدوره ديال المجلس، ونفس الوقت غادي نديروا بث مباشر من تما باذن الله. ان شاء الله عندنا نكونوا بقرسيف، البوادي التي تجر تازا الى الوراء. اجل ماروكي وماروكي، مشينا ديرنا تغطيات مجموعه من البوادي، كاين بزاف ديال الامور اللي ماشي هي هذيك، كاين طرقات ما مقداش، كاين اناره ما مقداش، كاين التوصيل بالشبكه المائيه ما مقداش، كاين نقل مدرسي ما كاينش، كاين بزاف ديال الامور في البوادي، بزاف ديال الامور في البوادي. يجب خص الاهتمام بالبوادي وبالعالم القروي، الاهتمام اهتمام اهتمام. السلام عليكم من الجزائر العاصمه، السلام. شكرا موح سعيد، جمعه مباركه، جمعه مباركه اخي سعيد. جمعة مباركة يا أخي سعيد العزيز، مرحبا بك. وطائكل سيارة التعليم من لندن، صباح الخير، شكرا ماروكي والناس ديال لندن، ألف تحية لكم. الله يحفظ هذا الوباء من هذا البلد من الوباء والبلاء، كما قال السي خالد. نتمنوا الخير من عند الله يا اخي، ونتمنوا العافيه يا اخي والخير من عند الله يا اخي. هذا مكان من لندن، صباح الخير، صباح النور يا اخي. جولة صباحية متبع قناة شفتي في تازا فينا فيها ماكدو، تازا فيها تازا فيها ماكدو، لا تازا ما فيهاش ماكدو. فالف تحيه لجميع متابعي قناه شوف تي في، جو جميل هذا الصباح، يمكن الشتاء غادي يطيح، الله يرحمنا بالرحمه ديالو يا ربي، الله يرحمنا بالرحمه ديالو يا الله. تحياتي من المحمديه، شكرا لك يا اخي، وشكرا للناس ديال المحمديه. الجمعه الماجيه ان شاء الله محمد رضوى باذن الله، باذن الله، فنتمنى الخير من عند الله. تازا معروفة بالقهوة، أجل كاين علامات مسجلة ديال القهوة. فمرحبا بكم معنا أصدقاء القناة، قناة شوف تي في، في هذه الجولة الصباحية، ألف تحية لكم متابعي القناة. نتمنوا الخير والعافية والسلامة للجميع، وجمعة مباركة للجميع، ألف تحية لكم أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. نتمنوا الخير والعافية لجميع متابعي القناة، ونتمنوا الله يوفقنا في الأعمال ديالنا، والله يعطينا شوية ديال الصبر، وإن شاء الله إن شاء الله غادي يكونوا برامج متنوعة وبرامج كثيرة متابعي القناة.
جمعة مباركة أخي حسين، تحية لك يا أخي، شكرا لك، جمعة مباركة إن شاء الله حسين، شكرا لك يا أخي. سلام سي خالد، مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعي قناة شوف تي في، تحية لكم من هذا المنبر أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. ونعم بالله. فمرحبا بكم متابعي الكرام، وكنتمنى ان شاء الله المساجد انهم يفتحوا ترجع صلاه الجمعه بالمساجد. سمعكم تحيه، صلاه الجمعه بالمساجد متابعي قناه شوف تي في، فالله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وجمعه مباركه للجميع، وجمعه طيبه للجميع. استاذ ضحكتك استاذ، بارك الله سيدي، وجمعه طيبة للجميع. كريم الناظور، تحية السي كريم، تحية الناس ديال الناظور، تحية لجميع متابعي القناة، قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا النهار تلاقوا معنا برامج ولايفات وحصص ومجموعة من الامور متنوعة وربورتاجات، نتمنى الخير من عند الله ونتمناو. سير يا صديقي سير، امين يا رب، نتمنى الخير الخير من عند الله، والسلامة للجميع متابعي القناة، قناة شوف تي في. طريق الله يخلف عليك يا حبيبي صديق، صباح الخير من الله صفار جميلة، فيزا تازا عاد كنا حدا الله صفار يا جميلة، فيزا تازا صباح الخير. فجمعة مباركة لجميع متابعي قناة شوف تي في، ويوم جميل ويوم رائع يا لله. ألف تحية لمتابعي قناة، والجمعة مباركة للجميع، نتمنى ترفعين هذا البلاء وهذا الوباء، واللي مريض الله يشافيه، واللي مخنوق الله يفكوا على خير، واللي عنده شي التزام مادي عالق الله يعاونه، واللي بدا خدمته خصو يصبر، واللي كيقرا خصو يقلب على النجاح، واللي في شي منصب خصو يجتهد، واللي مسؤول خصو يؤدي الأمانة ديالو. فهادو المواطن الصالح متابعي القناة، قناة شوف تي في، فنتمنوا الخير من عند الله والسلامة للجميع. صباح الخير من إيطاليا سي مصطفى، من إيطاليا أفتحية سي مصطفى وناس ديال إيطاليا، جولة صباحية جميلة. سي عبد الحق الريفي، تحية لك سي عبد الحق الريفي، مرحبا بك، مرحبا بكم متابعي قناة شوف تي في، ألف تحية للجميع، جميع متابعي القناة،
جاءوا لا صباحيه ديالنا قريبه تنتهي من تبع القناه. فنتمنى تكون استمتعتوا معنا بهذه الجوله الصباحيه من قلب مدينه تازه. جو تقريبا غادي يكون جو ماطر ان شاء الله النهار باذن الله. الله يرحمنا ويرحم ويعطينا الشتاء على قد النفع. تبارك الله عليك. صباح الخير من اسبانيا ياسين ياسين. تحية ياسين من اسبانيا. ألف تحية جميع متابعي قناة شوف سي في. وغنتلاقاو بعد قليل في أول برنامج ديالنا من واحد من الساعة. فمرحبا بكم، صباح الخير لكم، مرحبا بكم معنا، والله يرحمنا بالرحمة ديالو. متابعي القناة، قناة شوف سي في.